بنت يا سناء، انت هتحضر روح مين النهارده؟ روح حمد سنية، هي اللي هتقول لنا اذا كان ابنها اتجوز على سنية ولا لا. الله يخرب بيتك، انا خايفه لو الروح تقفش فيا ما تخرجش. مش هلاقي احسن منك احضر عليها الروح. اشتهت الاشتوت، ده مخرج السر من بطن الحوت. شمهورش همشورش، احضر بالعجله وبالسرعه، ان كنت في بحر ولا في ترعه. احضري احضري يا روح فتكات، يا بنت سنور ونعمات. احضري احضري احضري. انا مش روح فتكات الملعونه، انا ملكه الجن المجنونه، اللي بقطع في النسوان المسجونه، وباكلهم من غير ما اعصر عليهم ليمونه. انصرفي انصرفي يا روح يا شريره. مش هنصرف يا سناء غير اما خليكي تلف في العنبر بشعرك المنكوش. بتحضري عفاريت يا بنت الهرمه؟ مخاويه جن؟ لا يا ماما، ده انا مخاويه عفريتين بالتبني، هخليهم يحولوكي كلب بلدي، واللي رايح واللي جاي يحدف عليكي بالطوب. ترموا نفسكوا عفاريت في سجني يا كلاب. ايه ده؟ شاور. تمام يا فندم. فتشي السرير ده، انا سامع رنه. فتشي سرير مين ده يا كلب انت وهي؟ انا تف تف، تعالى يا بيت. يا فندم. الله 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 الله. موبايل؟ الله الله. وبكاميرا؟ لا ومش اي كاميرا، كاميرا 6 ميجا بيكسل. الله، وايه ده؟ واتساب؟ يا خساره، بس النت مش واصل له. طب كنت قولي لي اوصل لك توصيله ولا حاجه. والله يا ست الموره ما اعرفش حاجه عن الموبايل ده. ما تعرفيش حاجه عن الموبايل ده ازاي؟ ما الواد حماده شنكته اهو، بعت لك رساله، بعت لك اغنيه انا شارب سيجاره بني يا مزه السنين. مش دي اغنيته؟ مش عارفه. ما تعرفيش؟ خدي البت دي حبس انفراد يا شوار. لا الانفراد. يلا يلا اجري. لموا نفسكم يا نسوان يا هاجر، حضروا عفاريت عندي. تعالي يا بت، تعالي هنا قربي. ايوه يا اختي. خايفه مني ومش خايفه من العفريت؟ لاعي الباكج اللي انت عاملاه ده، لاعي. اهو سريرك انهي؟ هو ده. دوار يا شوار، هنلاقي بلاوي عفريت صغير ولا حاجه. غور ارجع لورا، ارجع لورا. لقيت ايه؟ تمام يا فندم. وريني. اتفضلي. ما شاء الله. اتفضلي. مكياج ده من سجن القناطر، ده مركز تجميل القناطر الخيريه. طب ما تعدوا عليا بالليل في المكتب، اشد لكم الترهلات ولا انفخ لكم شفايفكم. حبس انفرادي، خدي. بلاش انفرادي والنبي يا ست. لا يا حبيبتي انفرادي، عايزه ايه؟ عايزه عفريت معاكي؟ يلا غوري. ايه المكبب ده؟ في ايه هنا؟ مخدرات ولا ايه؟ سرير مين المحروس ده؟ مين دي؟ دي هاله يا فندم. هاله، تعالي يا هلول، تعالي يا قمر. يا اختي بحبك قوي، تعالي. ورينا المكبب في السرير ده، ورينا. يلا بسرعه. الله اكبر، سوداني. الله اكبر، امسك الموبايل. الله اكبر، سوداني تاني. ايه ده ايه ده؟ كل الانواع، ايش مملح وايش بقشره. الله الله، لب وزدان. طب مش تقولي لي اجيب لك ربع كاشو ولا اجيب لك نص فستق؟ ايه يا حبيبي، مين اللي دخل دول؟ ما تعرفيش مولدتي انت، شكلك دي شكلها ما تعرف. ده انا لو دورت هلاقي اتنين بيره مشبرين. طب قولي لي اجيب لكم مزه قبل ما امشي. حبس انفرادي. حبس انفرادي ليه؟ هتعجبك، دي ترابيزه على البس. يلا يا كحوله، احترموا نفسكم. تعالي يا اعتداد. عامله ايه؟ نحمد ربنا ونشكر فضله يا ست المأمور. بتاخدي الدواء في ميعاده؟ الحمد لله، البركه في ربنا وفيكي. لو عوزتي حاجه يا اعتدال، مكتبي مفتوح لك، تيجي في اي وقت. عيني دي قبل عيني دي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمناش منك ابدا يا ست الكل. تعيشي يا نسوان. يا حوش انا راجعه تاني، الاقي رقاصه بقى بالمره. حسالة، يا
يا سيدي دارك القلب هيقف على بال ما خرجت. قلت لهم الخايبين دول يشيلوا الحاجه عند اعتدال. دي اعتدال ما بتتفتش ابدا. اللي قولي لي اعتدال هي اسم اموره بتحبك قوي كده ليه؟ انا من ساعه ما شفت الماموره الضلمه دي وهي اي واحده قاتله جوزها تاخدها على حجرها. شكلها متعقده من الرجاله اكيد. بيقولوا انها ارمله. اقطع دراعي من هنا ان جوزها قبل ما يموت كان متجوز عليها. اتقوا ربنا بقى، حرام عليك. وكفايه نام مع البنيه. هو مين هيدافع عنها غيرك؟ يا ريتني كنت قتلت جوزي، كان زماني قاعده متهنيه. فعلا الدنيا حظوظ. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله. اوه على ما تجيب لنا الشاي يكون الشاي برد. لا انا خلصت خلاص اهو. طبعا يا ماما من غير سكر. طبعا بس انا حطيت لك معلقتين. منك اه. بس معقوله يا ماما هتجيب لنا واحده رد سجون تقعد معانا في البيت؟ دي سمحه، دي من نظافتها سموها في السجن سمحه شامبو. الزنزانه بتاعتها تحبوا تقعدوا فيها من نظافتها. بعدين دي معايا بقالها 15 سنه، انا ضمنها برقبتي. يا ماما يا حبيبتي احنا نقصد يعني ان احنا عايزين شغاله تكون واجهه للبيت، تكون هنديه اندونيسيه حبشيه. ايه المشكله؟ ايه عقده الخواجه دي؟ الله. وبعدين سمحة دي مش مصرية، خالها ساكن في مغاغة. ايه؟ مغاغة؟ خلاص يا ماما هتلنا واحدة مصرية بس تكون محترفة واشتغلت في بيوت كتيرة قبل كده وعندها خبرة. احتراف ايه يا بنتي؟ دلوقتي الاعتماد على الناشئين. سمحة دي هتشتغل باك ليفت بتاع الشغالين بعد شوية. طيب بالمناسبة بقى ان احنا متجمعين كده كلنا، كنت عايزة اقول لحضرتك على حاجة. قولي. انا هعمل نفسي مش واخده بالي. قولي قولي. لا والله يا ماما بجد كنت عايزه يعني حضرتك تسمحي لنا وامانه ان شرف تاخدنا في طريقها توصلنا بالعربيه واحنا رايحين الشغل. نعم نعم. طب شرف طريقها زراعي، قصدي يعني بتاخد الطريق الزراعي عشان المزرعه بتاعتنا. وانت في المعادي تروحوا مع بعض ازاي؟ قولي لي بقى تمشوا ازاي كده والطريق عامل كده. اصل يا ماما زمايلنا كل يوم في الشغل بيتريقوا علينا واحنا نازلين من البوكس. ماله البوكس؟ توك توك. ده البوكس الصندوق بتاعه واسع وهوا هوا، ده انا بحب انام فيه والله. الله باب بيخبط. شرف شوفي مين. شوفي مين هتلاقيها. سمحه يا رب تكون جايه في ميعادها. اما نشوف يا ماما سمحه بتاعتك دي. تعالي. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. اهلا ماما. قوم عاملوها كويس. اتفضلي. ايوه اهلا يا سمحه اتفضلي. عاملوها زي اختكم بالظبط. يلا. اهلا اهلا اهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك حبيبتي؟ على مهلكوا. ايه يا سمحه على فيلك عليا. تعيشي تعيشي تعيشي. سمحه الشواف بناتي حبيبتي. بسم الله ما شاء الله. امارات زي حضرتك. يا رب يخليك يا سمحه. ايه الجمال ده؟ اتفضلي يا سمحه اتفضلي. عايزاكي بقى تعرفيها على اوضتها. هيا شرف. حاضر يا ماما. وعرفيها على المطبخ كمان. اتفضلي اتفضلي. سمحه ما وصكيش، عايزه البيت يتضايق من نظافه. عينيا يا ست الكل. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ مات. ايه ده ايه ده؟ ايه يا ستنا؟ زنزانة في البيت؟ اتخضت. دي زنزانة خاصة قد كده، مش زي الزنزانة بتاعتنا. دي مخصوصة لشوية عيال كده اللي عندنا الصغيرين دول. ما تخافيش ما تخافيش. اتفضلي اتفضلي. تعالي انا افهمك. ماما الزنزانة هي دي سمحة يا ماما؟ مالها سمحة؟ شكلها غريب قوي. يا عيال هو بالشكل؟ شوفوا طريقتها، شوفوا نظافتها. بس انتوا عاملوها زي اختكم بالظبط، ما وثقوش. يلا غيروا هدومكم عشان نطلع، يلا نتفسح في المول شويه ونجيب شويه حاجات. فعلا يا ماما انا ناقص لي حاجات قد كده. هجيب لك، وانت هجيب لك الموبايل اللي انت نفسك فيه. ربنا يخليكي. تعيشي روحي. ربنا يخليكوا ليا. انت متاكده برضو انك رايحه تشتري حاجات؟ الله، امال البنات فين؟ بيغيروا عشان هنروح المول. يلا حصليهم حصليهم. انا كمان. طيب يا ماما. امانه يا عداله.
يلا يا امان. في ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه ده مش انتم ولاد العميل؟ لا إيه؟ لا مالك يا عميل؟ لا 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 هي البت دي امانه بنت العميد نور انا عارفها. عايز كريم والطبيعي كسبان. عايز كريم. عايز كريم والطبيعي كسبان. عايز كريم بالشوكولاته. عايز كريم يا بتاع جيلات. اموريني يا ست هانم. هات اتنين واطلع بس كده. عناية. حاضر يلا بسرعه. عناية يا ست هانم جايه اهو بسرعه. استنى رايح فين؟ يا بلدينا دي تعدي دي لا. خش اوامرك يا بلدينا. السلام عليكم. رايح فين يا خفيف؟ رايح فين يعني؟ الامانه. اتفضلي. اي خدمه تاني؟ لا اتكل على الله. اوريني. السلام عليكم. مش عايزه ديه؟ لا مش عايزه بقى. يلا في الحقيقة نزول المرأة المظاهرات السياسية بتؤدي إلى مشاكل كتيرة جدا. ده لأن المظاهرات لا تخلو من المشادات العنيفة مع رجال الأمن وحالات من الكر والفر وإلقاء الغازات المسيلة للدموع، ودي حاجات لا تتحملها المرأة مثل الرجل. اتفضلي. الحقيقة أنا بعترض على كلام أستاذ نايل المعدول، لأن المرأة من حقها التظاهر السلمي ومن حقها توصل صوتها السياسي للرأي العام. ما انتوا اللي بتنزلوا المظاهرات بالمحزق واللبس الفاضح وتقولوا انه معدل التحرش في مصر ارتفع. موضوع اللبس ده حريه شخصيه. حريه؟ احنا بيحكمنا شرع ودين. يا جماعه ما يصحش كده. احنا دخلنا في موضوع تاني غير موضوع الندوه. ندوه ده ايه واحنا في مجلس الشعب؟ اشهدي شهاده حق بقى. لا من فضلك اذا سمحتي ما تتعديش ابدا حدود الادب في الحديث معايا. ادب ايه؟ انتوا الاعلاميين اللي جايبين البلد دي لورا. يا سلام، وبطريقتك دي هتجيبي البلد قدام؟ مالها طريقتي؟ ولا انت عايزانا اتقصع زي البت دي؟ لا ده انت زودتيها قوي. هو انت لسه شفتي حاجه انت ولا اللي بتحاميلك؟ باردون؟ المدام هزقتني. لا ده كده كتير قوي. تعليلي بقى. تعليلي. تعليلي. انا مش هسيبها. مش هسيبها. مش هسيبها. مش هسيبها. مش هسيبها.